كما أكد رئيس الوزراء الأردني في المؤتمر الصحفي أن المحادثات شهدت التأكيد على ضرورة العمل الدؤوب لمضاعفة قدرة الخط الكهربائي الذي يربط البلدين. كما أشار الخصون إلى أن المحادثات شهدت كذلك التأكيد على ضرورة التكامل في مجالات البنى التحتية، خاصة في مجال الغاز. تحدثنا أيضا عن ضرورة العمل الدؤوب إلى مضاعفة قدرة خط الكهرباء الذي يربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأيضا عن التكامل فيما يتعلق بخدمات البنى التحتية وخصوصا في مجال الغاز، واستفادتنا المشتركة من المرافق على جانبي الحدود بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في هذا الصدد. وأيضا تحدثنا عن مشروع خط النقل العربي الذي يهدف إلى ربط أفريقيا بآسيا عبر العقبة مرورا بسيناء ثم إلى العريش ومنها إلى وشواطئ المتوسط ومنها إلى العالم، وسنعمل في هذا الإطار على تطوير هذا المشروع الحيوي والهام الذي يقلل من كلف التبادل التجاري ويرفع تنافسية المنطقة وييسر باعتباره حلقة وصل ما بين الربط ما بين أفريقيا وآسيا والتجارة القادمة من جنوب شرق آسيا مرورا بالأراضي الأردنية والأراضي المصرية واستفادة من الشواطئ المصرية ثم بالتصدير وحركة تجارية لبقية العالم.